هلو بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وعلى خير. ريفيو النهارده بيتكلم عن سيرم للشعر الجاف والهيش والمتقصف والتالف والمسبوخ. بس لو اول مره تشوفيني، انا دودي فضل فيديو بلوجر. بليز ما تنسيش تعملي سبسكرايب للشانل وتتكي على زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله انا هعمله. يلا بينا نكمل الريفيو مع بعض. بصوا يا بنات، انا بحب اتكلم عن كل حاجه في الاول عن مكوناتها، لان قبل ما نشتري اي حاجه لازم نعرف المكونات عشان نعرف هتاثر على شعرنا، على فروه شعرنا، هتسبب لنا اي التهابات في فروه الشعر او في الجذور، او هتوقع شعرنا، او هتقلب شعرنا من جاف لدهني او من دهني لجاف، والحاجات دي كلها. في ناس بتبقى عايزه برضو تعرف ايه الحاجات المكتوبه على الازازه من بره. لوفيا سيروم للشعر الجاف المتقصف لا يشطف، غني بالكاريتي الشيا اللي هي زبده الشاي، يغذي ويغلف الشعر الجاف المتقصف. وطريقه الاستعمال يوضع مرتين لثلاث مرات يوميا. اول حاجه انا هتكلم عن مكوناته اللي انا عملت سيرش عنها، وهتكلم عن طريقه استخدامه، وهتكلم عن فوائده، وهتكلم في الاخر خالص عن تجربتي الشخصيه معاه. فبليز تابعوا الفيديو للاخر عشان تقدروا تستفيدوا من كل حاجه انا هتكلم فيها. مكونات سيرم لوفيا او لوفيا حسب النطق بتاعها، انا مش متاكده قوي من نطق السيرم ده. اول حاجه يا بنات، انه مكون من اهم حاجه في الدنيا اللي هي زبده الشيا، بتساعد ترطيب الشعر، الغنيه فيتامين اي وفيتامين اي، في زيت الارجان، في زيت جوز الهند. كل الحاجات دي بتعمل حاجات حلوه قوي للشعر، بترطبه بتغذيه وبتحميه من اشعه الشمس. طب فوائد سيرم لوفيا ايه؟ اول فايده انه بيرطب الشعر وبيسيب الشعر لامع وحرير، تمام؟ دي اول نقطه. تاني حاجه ان الشعر بيغذيه من جذوره. تالت حاجه انه بيخلي الشعر اكتر عرضه للحراره فبيستحمل اكتر. رابع حاجه بيحميه من العوامل الاخرى او العوامل الخارجيه زي الرطوبه والحراره. كل الحاجات دي برضو انا قريتها فنزلت اشتريته. طيب السيرم اهو يا بنات، ازازته بلاستيك، تمام؟ ملمسه لزج. انا عايزه اوريكي بس ملمسه، بصي لزج. عايز اقولك ان تجربتي معاه ملوش اي 30 لازمة. انا كان شعري هيش جدا، فقلت اجيبه عشان يلم شعري كده ويرطبه. اول حاجة حطيته على شعري مرطبوش، حطيته على الفروة ودلكت طبعا عشان يغذي فروة شعري. عمل لي احتكاك او حكاك او حكة رهيبة، هرش رهيب في شعري، خلى يطلع لي قشرة بكتير، خلى شعري عرقان جدا، فخلاني حاسة ان شعري ده في حاجة كده بهرش بطريقة يعني غير طبيعية. كمان ان هو عور لي فروة شعري فالتهبها لي، فطبعا انا مكنتش اعرف ايه السبب. عايزة اتكلم عن ريحته. ريحته حلوة جدا. الناس اللي هتستفيد منه اكتر الناس اللي بتستخدم استشوار او بتتعرض للحاجات اللي هي بيبي اس والحاجات دي، لان هيخلي شعرك بيلمع فعلا، هيخلي شعرك ريحته حلوة جدا. بس اهم حاجة ما تكتريش، لانه بيخلي الشعر لزج كده في نفسه، فدي حاجة مش بتبقى حلوة فيه. بالنسبة لإزازته هي 100 ملي 145 جنيه، بتجيبيه من الصيدلية في تفاوت في الأسعار من 140 ل 165-180. ولو هتجيبي على أوفرز من جوميا أو سوقكم هتلاقيه برضو ب 165 جنيه أو 170 جنيه. دي كل الحاجات أنا حبيت أتكلم عنها ودي تجربتي معاه، فيا رب تكونوا استفدتم. وأنا كده خلصت الريفيو. بليز يا بنات، لو الفيديو عجبنا تنسوش تعملوا لايك وشير ليكم لصحابكم وجيرانكم وقرايبكم. صيطوني، وأشوفكم دايما بخير وعلى خير إن شاء الله. باي باي.